وكل يوم بتسمع بيت فلان هاجروا، بيت فلان اجوا زيارة، فأنت على أرضية معاناتك وحلمك أنه كأنه كندا هي المخلص، يعني في تحسين لوضعك المادي، في مستقبل أفضل، فبتوصل أنت لهنيك يعني وعندك حلم كبير. يعني هن عندهم دائما في وزارة الهجرة يعني بتحدد سياستها بناء على كتير قصص، شيء نحن ممكن نعرفه والأكثر ما نعرفه. الزمن المطلوب منك حتى تكون بعداد المهندسين الكنديين، وإذا هو بده بحدود 4 إلى 5 سنوات، يعني عمليا أنت كأنه عم تدرس دراسة جديدة. على مدى 4 سنوات من الشغل على الفيزا وعلى الهجرة كان تنطلب بشكل دائم وثائق خبرة بعملي، كانت تنطلب يعني كافة الوثائق يلي بتخصني بشغلي، كيف كيف؟ وكنا مثل يعني مثل ما بيقولوا يعني مثل أبو عقل وعقلين، وعم نرقد ونجيب لهم وثائق ونجمع، وصار تقريبا في ملف يعني ما قليل. فبتوصل أنت لهنيك يعني وعندك حلم كبير، هذا الحلم يلي هو بصير وهم. زوجي هو اللي بده يشتغل. شو الشغل الموجود؟ شغل بالمطاعم او ببيع بمحل، وفي رب عمل ما رب عمل. كندا بلد ما بيجمع فيها مصاري، ما بيجمع فيها مصاري. كندا من أكبر المجتمعات استهلاكية، يعني أنت ما في داعي تفكر نهائيا كيف بدك تصرف وشو بدك تصرف وقديش بدك تصرف. فأنت ممكن تدخل مصاري بس مصروفك كمان كبير، وفي نماذج كتير يعني وقت بيجوا بزياراتهم على البلد بتتوقع أنه والله أحوالهم المادية رغيدة ومستوى المادي منيح. طبعا هون اللي جاي شهر وشهرين ما بدك تحكم حقيقة على يعني ملاءته المادية من خلال هالمظاهر، بس بتروح لهونيك بتتفاجأ. أنا ما لقيت حالي بكندا، أنا بلاقي حالي بوسط ناسي يلي بيشبهوني يلي بحبون وبيحبوني، ويلي أنا يعني صرفت جزء كبير من عمري لشكلتهم وكونتهم. بتلاقي أنماط تانية يعني بالمقابل يعني حتى بينكروا أصلاً، عارف كيف؟ أنه أنا كنديان يعني خلاص. خلال وجودي هناك توفت والدتي، ففي شخص كتير قريب مني يعني ومن الناس اللي في علاقة يومية مثلاً بيعزيني على الهاتف، قلت لك يا زلمي أنا بحاجة إليك تكون جنبي. يعني قال لي نحن بكندا هيك منعزي. كان ابني عمره 11 سنة وأنا كنت حريص بهالعمر الحساس إذا بنقعد لنا 3 سنين 4 سنين يعني وعيه عم يتفتح على هداك المجتمع وعلى هديك العلاقات والموضوع بصير أصعب. فالحقيقة تمت الأمور برويية وهدوء وقدرنا نرتبها أول بأول، وأنه هي بلد كتير حلوة ونحن عملنا سياحة فيها. بس بلدنا طبعا في مسألة أنا أغبط أو أحسد عليها وعبروا عنها بعض الأصدقاء، أنه أنت بعودتك لبلدك يعني هذا قرار جدا جدا شجاع، عارف كيف؟ والناس وقت اللي عم تدفع ملايين مشان تهاجر، فأنت بالعكس جيت بشكل نظامي وإقامتك نظامية وكل وضعك نظامي، كيف هيك يعني إنه كأني عم ضحي تضحية كبيرة؟ هن بيحبوا اللي عم بيشتغل بيكون على رأس عمله، ما يعني ما بده يروح يكون عالي على الدولة.